باسم شبكة شام في حلب وريفها أبو مجاهد. سيد أبو مجاهد، مساء الخير. مساء النور. إذن هذه العملية التي تقوم بها المعارضة السورية فيما يتعلق بالسيطرة على المطارات في حلب، إلى ما تهدف؟ وماذا عن الاستيلاء على طيارات جاهزة للتحليق؟ اليوم أعلن الجيش الحر عن بدء عملية كبيرة في مدينة حلب اسمها معركة السأر لشهداء النهر، وذلك على جبهات الأربعة التالية: مطار حلب المدني ومطار النيرب العسكري واللواء 80 وحاجز المنارة. وبدأ الجيش الحر معاركهم على جميع الجبهات، مستخدمين الدبابات والآليات الثقيلة ومدافع الهاون التي غنمها من عصابات الأسد. فتم تدمير جزء كبير من مبنى المطحنة الذي يتحصن به عصابات الأسد والملاصق لمطار حلب الدولي، وتم قتل 6 من القناصين التي كانت تتمركز على سطح المطاحن بعد استهدافهم بمدافع الفولزيكا من قبل الجيش الحر. كما تم استهداف الصالة الرئيسية لمطار حلب الدولي بقذائف الهاون، وتم بفضل الله تحرير حاجز المنارة بالكامل الواقع بين مطار حلب الدولي واللواء 80 من قبل أبطال الجيش الحر. وبالتالي تم إحكام الخناق على اللواء 80 الذي أعلن منذ قليل الجيش الحر عن أن اللواء 80 أصبح سيطر عليه الجيش الحر بالكامل، ويقوم الآن بعملية التمشيط لهذا اللواء، حيث دمر عربة BMB ومدفع 23 من الجبهة الغربية للواء 80، وتم قتل 30 جندي على حتى الآن في هذه الاشتباكات. وليس ما تنتهي عملية التمشيط، نقدم لكم إحصائية بالكامل. نعم، وقيل أنه تم أسر 50 عنصرا من النظام، هل لديك هذه المعلومة؟ نعم سوافيك بجميع المعلومات. تم تدمير أيضا 3 مروحيات داخل مطار النيرب نتيجة قصفه بقذائف الهاون من قبل الجيش الحر. الجيش الحر أيضا اليوم أعلن بالكامل بعد تمشيط مطار الجراح، أعلن وبحمد الله أنه حرر هذا المطار بالكامل في ريف حلب من قبل حركة أحرار الشام الإسلامية وبالاشتراك مع لواء الإسلام ولواء رايات النصر بعد تحرير سريد الدفاع الجوي الشرقية البارحة ليلا، وتم غنم العديد من الأسلحة والرشاشات الثقيلة عيار 57 وعيار 23 مليمتر، بالإضافة لرشاشات الطائرات الحربية وكميات من الزخائر المتنوعة. تم قتل 50 عنصر من عصابات الأسد داخل هذا المطار، وأسر 30 عنصر بعد تحرير. طيب سيد أبو مجاهد، مراسل شبكة شام في حلب وريفها، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب من حلب. اعتبر وزير